بالإضافة إلى سلاسل نعم، لاعبين من الكبار ممكن نقدر نعمل شيء للمنتخب مصر في كان الأولمبياد. خلال بطولة أمم إفريقيا اللي وصلنا للمرحلة النهائية فيها، كان باين جدا زعلك من إنك ما نجحتش في الفوز باللقب في النهاية، لكن هنا احنا في مصر كنا مبسوطين من التدرج ومبسوطين بتحقيق حلم التأهل إلى الأولمبياد للمرة رقم 13 في مشوارنا. لكن استوقفني تعليق المعلق الشهير عصام الشوالي في مباراة مصر والمغرب في النهائي اللي خسرناها بهدفين لهدف، لما وصف روجيريو ميكالي بأنه بيب جوارديولا هذه المرحلة العمرية. كيف ترى هذا الوصف بأنك بيب جوارديولا لكن على مستوى هذه الفئة؟ Eu agradeço o comentário, né? Mas من a gente sabe الرجل que representa المحترم Guardiola مالك. hoje no futebol. طبعا Na احنا verdade, عارفين ao mesmo قيمة tempo, tem uma vida جوارديولا في dedicada a كرة jovens القدم. jogadores, a jogadores mais jovens. Foi assim, eu tenho um histórico no Brasil. أنا عندي خبرات جيدة جدا، وفي المرحلة العمرية دي اشتغلت مع الشباب في هذه المرحلة العمرية وعملت أشياء جيدة ممكن نقول. وبالنسبة حتى دراستي الأكاديمية وشغلي الأكاديمي كان متخصص في هذه المرحلة، وأنا سعيد جدا جدا بالنسبة للمقارنة طبعا مع اسم جوارديولا، ولكن الشغل دايما لأهداف كبيرة فيما بعد. وأعتقد هنا عندنا شباب في إيديا، معايا لعيبة في إيديا شباب، ممكن الفكرة مش اللي أنا أجيب مديلة فقط، لا ده كمان عندنا لعيبة ممكن تمثل قاعدة قوية جدا للمنتخب الأول، وده الهدف أحد الأهداف المهمة جدا، تغذية المنتخب الأول ببعض اللعيبة الشباب اللي في إيدنا نقدر نشكل منهم لعيبة على مستوى عالي. نعم، معنى كده مستر ميكالي إنك لا تحزن أو تغضب أو تشعر بالضيق من فكرة إنك المدير الفني المشهور في هذه المرحلة العمرية، بالعكس هي بتجعلك سعيد لأن ده أساسا تخصصك أو دراستك، مظبوط؟ لا تقلل من على الإطلاق هذه المقارنات وهذه الكلام، ولكن أنا جهزت نفسي وذاكرت كتير وتعبت كتير في الحياة علشان أوصل في المرحلة دي وأبتدي أنتج شيء، وعملت في البرازيل مجهود كبير جدا وكانت مكللة بالنجاح، واشتغلت مع المراحل السنية الصغيرة خاصة مع المنتخبات، وأنا حصلت على الميدالية الذهبية 2016 في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل، ولكن طبعا بيشرفني أن أنا أنتمي لهذه المرحلة. وأنا اشتغلت أيضا اشتغلت في البرازيل وخارج البرازيل مع أندية كبيرة جدا زي الهلال خارج البرازيل، وأنا بالعكس أنا مش غضبان ولا زعلان على الإطلاق من هذه الكلام. لا يوجد أي مشاكل خالص، اللي أنا متخصص في هذه المرحلة لا تمثل لي مشكلة على الإطلاق. نعم، على ذكر هذه المرحلة العمرية، ونعلم يعني أنها مختلفة كطبيعة عن المراحل الأعلى سنيا، يعني كنت بتحدث مع كابتن وائل رياض شيتوس وهو صديق عزيز يعني، والمدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي، أتحدث عنه أو عنك معه من خلال في إحدى الجلسات، وصفك بأنك محفظ من الطراز الأول، قال إنه أنت أثبتت له فكرة إن كتر تكرار الفكرة هي فكرة مثالية لتحفيز أي لاعب مهما كانت جودته بأفكار المدير الفني وأن يقدر على تطبيق هذه الفكرة. هو بيتحدث عن إنك أكثر شخص من الممكن أن يكرر كي يصل إلى تنفيذ أفكاره. إزاي ممكن تشرح الفكرة دي للمديرين الفنيين أو للاعبين بشكل عام، إن التكرار إزاي يحسن من مستوى اللاعب؟ حسنا،
طبعا في الاول قبل اي شيء انا اشكر كابتن وائل رياض، كابتن شوتو حقيقي ساعدنا من اول ما بدانا في تجميع اللاعبين وتشكيل شكل المنتخب الاولمبي، فطبعا كان له دور كبير جدا وعنده معرفه وعلم جيد جدا في هذه المرحله السنيه وعارف جميع اللاعبين في مصر، ايدنا ساعدنا كتير جدا بشكل كبير جدا بشكل جيد. وارجع تاني اتكلم في حته ان احنا عندنا منهجيه في العمل شغل، بعض في افكار كمان واضحه مع وقت بسيط جدا، خاصه في المنتخب الاولمبي الوقت غير متاح بالشكل الكبير في اوقات بسيطه وايام قليله، فاذا لازم الافكار لازم تكون واضحه بشكل جيد ومباشره تكون مباشرة. ازاي انت تبني هذه الافكار وتجمع وتحط المفاهيم دي، ولازم تكون مفاهيم الرئيسية والخطوط العريضة للموضوع لازم تكون واضحة بشكل بمنهج بشكل معين للاعبين عشان تفهم الامور. وكل مرة ازود حاجة مع افكاري وشغلي وفلسفتي في منهجية العمل، لان انا هناك حتى في بلدي في البرازيل انا كنت من ضمن مجموعة المدرسين او المدربين اللي بيلقوا محاضرات للاعبين وبدي محاضرات للمدربين اللي هم بياخدوا المرحلة ايه. فاذا عندي حتة الخبرة والافكار اللي تقدر تساعدني لان اقدر اوصل بهذا الشكل. فاذا الامور بتمشي بهذا الشكل، خبرة وخبرات متجمعة، وانا اطبق الخبرات اللي انا اكتسبتها في عملي في البرازيل ان اطبق المنهجية دي مع منتخب مصر في مصر. هل قوام المنتخب اصبح واضحا ب